السياسة تدخل في كل شيء، سياسة حتى في رغبتكم. مش أنا اللي قلت. تفضل تفضل صديقي. عرفت. إنما المسألة أنا يعني نبي نعرج قليلا على أستاذنا الفاضل الهادي البكوش. نعم. لما قلت للأستاذ مصطفى حقية ومحمد القمودي وعلي العلاقي، أنا نحكي على هذا الجيل اللي مفروض، هذا الجيل اللي جاء من أمريكا ومن فرنسا ومن إيطاليا ومن كذا، هذا الجيل كانوا ممكن يأسوا به معاهد عليا متخصصة في المسرح. نعم. بعدين برضو يعني عاودت ليبيا في الثمانينات وبعثت يعني فنانين مميزين إلى المجر ودرسوا في المجر وهم فنانين كبار، لكن الأساس تركوه. باهي جبتوا مصطفى، الدكتور مصطفى حقية وأحمد عزيز والقمودي والأستاذ علي العلاقي الله يرحمه، درسوا برا في الخارج في دول متقدمة. باهي أسوا بهم معاهد، أسوا بهم معهد عالي للفنون المسرحية، معهد أكاديمي. باش كل هؤلاء هذه الأجيال اللي قاعدة في المسرح، راهو عندنا أجيال أكاديمية ومتخصصة، وراهو المسرح ماشي في المسار الصحيح. نحن يعني راهو الحكومات المتعاقبة على الدولة الليبية ترى في الفن يعني حاجة غير ضرورية. وما نبيش نقول لك ان المسؤولين يعني السابقين اللي على مدى تاريخ ليبيا يعني يصفوا فينا باوصاف يعني يعرفوا فينا باوصاف يعني غير يعني فنان يعني يعني حاجه ما لهاش قيمه. انا اتصور هذا كان ممنهج يعني ممنهج ان تنتشر هذه الفكره في كثير من الشخصيات يعني في المجتمع يعني واللي على راسها الفنان والممثل والمسرحي. نعم. يعني الفنانين عندنا في ليبيا يعني حاجه هيك، واحد مسكين يشحت في مسلسل ولا يشحت في حق مسرحيه باش ينتج مسرحيه، والله يشحت في شحات يتعاملوا معه كشحات هيك خلاص. يا حبيبي المسرح شيء مهم وخطير في 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 حياه الناس. لماذا يخاف الجميع المسرح زي ما قال الاستاذ الهادي الاستاذ الناجي؟ طبعا يخافوا المسرح. لماذا؟ المسرح كلمة تتجاوز الخطوط الحمراء. المسرح يعني ينتقد. المسرح بالمسرح قام الثورات في العصر الحديث، مش لعبة سهلة. يخافوا منه طبعا، يخافوا منه. العالم كله يخاف من المسرح، العالم كله، ما بالك العالم الثالث. طيب استاذ الهادي عاد معنا؟ استاذ الهادي، مشكلات الانترنت هذه. طيب الى ان يعود استاذ الهادي. استاذ الناجي، يعني انا الان عايش في ليبيا يعني ونتابع في حركه المسرح. موجود المسرح في معظم المدن الليبيه، في طرابلس، في الزاويه، في مصراتة، في الخمس. غالبا المدن الكبرى تشهد حركة اكثر، لكن مع كل التعثر اللي كان تعرض له المسرح طيلة العقود اللي فاتت واللي منها مقصود زي ما وصف الأستاذ الناجي الأستاذ الهادي وزي ما ذكرت حضرتك، لكن ليش بالذات الشرق، ليش بنغازي والمنطقة الشرقية عموما وبنغازي بالذات، يعني حتى وإن تعثر المسرح في كل المدن في بنغازي دائما محافظ على تماسكه، يعني من ضمن سلوك المواطن البنغازي ان نهايه الاسبوع ياخذ اولاده ويمشي يقطع تذكره ويحضر مسرحيه، يعني ما السر في هذا؟ يعني اصدقك القول زي ما يقول. حتى من زمان على فكره في بنغازي، حتى ايام النظام السابق في بنغازي. صدقني المسرح اللي في بنغازي الدوله ما لهاش علاقه به. هو جهد رجال يؤمنوا بأن المسرح لازم يكون يعني جزء مهم في حياة الناس، لازم يتعاملوا مع الناس. فنانين اللي في بنغازي والله في درنا، هذا جهد فردي. لعندمتى ما قلت لك يعني لعندمتى يقعد الفنان يعني يستجدي أو يشحت
يعني لولا اصرار هؤلاء الشباب ورجالات المسرح في بنغازي وفي درنا وفي في المنطقه الشرقيه زي ما قلت انت ما كانش في مسرح. طيب الدوله يعني مهم ناخذ راي، لا تسمع لا ترى لا تتكلم.